دار النشر هاي متخصصة بكتب اللغة الإنجليزية، فيها منهاج كامل لتعليم اللغة الإنجليزية اعتبارا من المرحلة التحضيرية، ابتدائي، الإعدادي، المتوسطة، ثم الثانوي، والمرحلة الجامعية وما فوق الجامعية، يعني الأعمار، مختلف الأعمار، في عدة مستويات وعدة أعمار بمنهاج اللغة الإنجليزية. الدار عمرها أكثر من 30 سنة وبتخدم منهاج تعليم اللغة الإنجليزية في عدة دول، تركيا بعد الأمر، هي دار النشر تركية، أما المنهاج هو منهاج بريطاني، الأساتذة الكتاب كلهم إنجليز من بريطانيا، أما الطباعة هي في تركيا، ومن تركيا عم يتم توزيع الكتب إلى عدة بلدان منها المغرب، والهدف الثاني الجزائر، تونس، السنغال، هي من أهدافنا، في دول أمريكا الجنوبية، الإكوادور، المكسيك، فنزويلا، ودوك الدول كمان عم ياخذوا من كتبنا، وهدفنا التوسع بشكل أكبر في إفريقيا وفي العالم العربي وفي دول أمريكا الجنوبية، والهدف الثاني هو دول الاتحاد السوفيتي سابقا، يعني روسيا واللي جنبها أوزبكستان، تركمانستان، طاجكستان، وهدوك الدول اللي بهذيك المنطقة. نحن الهدف، نحن من 3 سنوات نحاول انه نستهدف السوق الجزائريه ونجس النبض في السوق الجزائريه، وخاصه بعد قرار الحكومه الجزائريه بتعليم اللغه الانجليزيه ووجود اللغه الانجليزيه في المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه وفي مرحله التعليم الجامعي. فوجدنا ان الشعب الجزائري والحكومه الجزائريه متوجهين الى تعليم اللغه الانجليزيه من 3 سنوات، ونحن نحاول الدخول وايجاد وكيل لنا في ديسبراتور، يعني موجود في الجزائر، دار نشر جزائريه. للاسف ما وجدنا. انا هي المشاركه الزياره الثانيه الي للجزائر، من قبل 3 سنوات زرتها مره، وهي الزياره الثانيه. هالزياره استهدفنا انه نشارك في المعرض حتى نتعرف على الشريحه الاكبر من دور النشر، ونتعرف على الشعب الجزائري بشكل شخصي ونشوف شو بدهم. فوجدنا أن الشعب الجزائري مهتم فعلا بتعلم اللغة الإنجليزية، ومهتم كمان بتعلم اللغة التركية. هذا الشيء فاجأنا بصراحة، كتير ناس من الشعب طالبنا بكتب لغة تركية، انه كيف انتم اتراك وما عندكم كتب لغة تركية، لانه نحن متخصصين باللغة الإنجليزية. اما هذا الشيء اللي الطلب والرغبة عند الشعب الجزائري في تعلم اللغة التركية، هو راح يخلينا انه نفرض مساحة في نشر الكتب التركية، يعني دار فيما بعد ستنشر ايضا في بعض الكتب التركية. في المشاركة الثانية ان شاء الله راح يكون في عندنا قسم كتب لغة انجليزية وقسم كتب لغة تركية. ونحن هدفنا حاليا بعد ما شفنا هالرغبة والمشاركة الناجحة في المعرض، نحن نعتبرها مشاركة ناجحة، انه اما يكون في شراكة مع دار نشر جزائرية ونبدأ بنشر الكتب الإنجليزية في السوق الجزائرية، او نحن نفتح شركة فرع لنا في الجزائر، ونحن بكوادرنا نوزع الكتب بلقاءات مع المدارس، بلقاءات مع الجامعات، مع كافة الاتجاهات، مراكز اللغات. يعني المعرض، أنا بسمع معرض الجزائر إنه معرض كبير، بس دائما الرؤية غير السمع. فعلا هو معرض كبير، من أكبر المعارض العربية. أنا زائر كتير معارض، يعني معرض المغرب، معرض تونس، معرض، يعني معرض القاهرة يمكن فقط أكبر من هذا، أما هو يعتبر من أكبر المعارض العربية. والشعب الجزائري شعب يقرأ، هذا اللي شاهدته، وفي مشاركة كبيرة من الشعب. معرض ناجح بامتياز. يعني نحن طبعا كتبنا، بإضافة إلى أنه شوي اشرح عن كتبنا شوي، بإضافة أنه عندنا عدة مناهج لتعليم اللغة الإنجليزية، مش منهاج واحد، عندنا أيضا تطبيق جديد. هذا التطبيق هو تطبيق راح يكون على موقع بلاي ستور، هذا لتعليم اللغة الإنجليزية بدون كتب، بالديجيتال، بنظام الديجيتال فقط.
فإن شاء الله نكون نخدم الشعب والناس المهتمين باللغة الإنجليزية ويلاقوا الاستفادة من كتبنا ومن التطبيقات اللي لنا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.